مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استقرار كل العناصر الجوية بالمناطق الشمالية للوطن، لكن شهدنا تساقط بعض القطرات من الأمطار التي ميزت نهار اليوم السواحل الغربية مع زوابع رملية بكثرة بالجنوب الجزائري. غدا بحول الله بداية الأسبوع، إذا سنشهدها بالأجواء المستقرة تماما بالشمال وحتى بالجنوب، لكن بعد تلاشي ضباب خفيف سيميز صبيحة الغد السواحل الوسطى وحتى الغربية. ستبقى سحب من النوع العالي منتشرة بالسواحل وحتى المرتفعات الداخلية، دائما ستكون زوابع رملية بكثرة بأغلب الولايات الصحراوية، وعلينا نقول الحيطة والحذر وخاصة لأصحاب المركبات. عن درجات الحرارة الدنيا المسجلة خلال هذه الليلة ولصبيحة الغد، تتراوح ما بين 18 إلى 22 درجة بشمال الوطن، لن تتعدى إذا 27 بشمال الصحراء، نفس المقياس بتندوف 28 بأدرار، إن صالح 23 درجة بالتمنرة ستجنت، لتقارب 28 درجة فيما يخص برج بجي مختار إنكسن. عن ظهيرة الغد الحرارة القصوى ستشهد تراجع مقارنة بنهار اليوم، إذا 28 درجة بالجزائر العاصمة، 29 درجة بتيزي وزو وهران مستغانم، 31 بتنمسان، 33 درجة بالبيض، 34 بالجلفة، 31 بتيارت، لن تتعدى 36 بقسنطينة وسطيف، 40 درجة بولاية بشار، 41 بغردية ولاية تندوف، 40 درجة بالواد بسكرة، 39 درجة بإليزي مقاييس ما بين 44 إلى 45 درجة بالصحراء الوسطى وصولا إلى أقصى الجنوب الجزائري، وفي الأخير 35 درجة بمرتفعات الهجار والتاسيلي. للملاحة والصيد البحري، نهار الغد البحر سيبقى دائما هادئ إلى قليل الاضطراب محليا، سرعة رياح ضعيفة لن تتعدى 20 كيلومتر في الساعة، الرياح ستأتينا من مختلف الاتجاهات. هذه بالنسبة للوطن. خارج الوطن إلى أوروبا، يعني الأمطار ستكون في الموعد بالنسبة لموسكو حتى بباريس، 23 درجة بباريس، موسكو تقارب 11 درجة فقط، 17 درجة بكييف، الأجواء مشمسة تماما باسطنبول مع 26 درجة، روما 31 درجة، فيينا 25 درجة، برلين 24 درجة، لندن 22 درجة، مدريد 23 درجة، وفي الأخير لشبونة إن الأجواء ستبقى مغشى جزئيا، درجات الحرارة القصوى لن تتعدى 24 درجة مئوية. ختاما، وقت شروق الشمس اللي خاصة الجزائر العاصمة وضواحيها نهار الغد سيكون في حدود الساعة 6 صباحا و 39 دقيقة. عناوين مصلحة أرصاد الجوية تبقى دائما في الخدمة. أشكركم على المتابعة، لقائي معكم سيتجدد غدا بحول الله.